انا قعدت افصفص الكلام بتاع الاغاني اللي ليها علاقه بالسفر والافواره فيها من ايام يا وابور قول لي رايح على فين. اغنيه طويله عريضه عن راجل بيحاول يقيم حوار مع وابور والحصول على اجابات منه بالحاح. ما تقول يا وابور، يا وابور قول لي، يا وابور قول لي رايح على فين. هو مش هيقول على فكره، مع انه ممكن بسهوله يسال في الاستعلامات في شباك جوه في المحطه يجاوبوه عاد عرضك ده قطر اسوان يا حاج وراح اسوان ان شاء الله، بسيطه ما مش محتاج انه يقف يغني قدام الوابور. هتلاقي بقى ان السفر عندنا مرتبط ارتباط شرطي بالتقطيم، خلاص مسافر باسبورك تذكرتك معاك لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملوش بديل والنبي انا خايفه لما تسافر على البلد الغريب تنسى انك فايت في بلدك حبيب. طب خدت صورتي؟ شوف كده لا تكون نسيت عمري وصبايا، بص في الشنطه في الجيب اللي بره. عدينا مرحله التقطيم، حضرنا الشنط، ندخل بقى على مرحله الوداع. وطبعا يوم الوداع الحب ضاع والقلب حس بضياع، ده مبدئيا. فهنعمل ايه في المشكله دي؟ لو ينفع سافر من غير وداع، شفت الاغنيه تقوم ايه رد عليها. لو ما عرفتش تملص خفيف خفيف كلام الموضوع وتدبست في مرحله الوداع دي، يبقى على الاقل ايه خلي الوداع من غير قبل عشان العدوى. ده زي اللي قالك قال الوداع وانا اقول له ايه، قالك الوداع اقول له الوداع، سهله. هو الوداع يتقال في ايه تاني؟ يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني. طب ما انت جاوبت اهو، انت مش مركز، بس ما هو مسافر وحده وفايتك علشان يبعد عنك. واضح جدا هو بيخلع، فده هو ده حرفيا اللي بيغني ويرد على نفسه. ولما انت ناوي تغيب على طول مش كنت اخر مره تقول؟ يقول ايه يعني وهو ماشي يقول انا هغيب على طول على فكره؟ طب يعني الراجل حسيس وعنده دم وبينطر بشياكه ويلا موبايلات بقى ونبقى نتكلم ومش عارف ايه ان شاء الله. الله ليه نزنقه الزنقه دي؟ او جاي في ايه وسافرت في ايه وما ريحتش عندنا ليه؟ ما تسيب الجدع على راحته، ايه الخنقه دي؟ او مثلا ايه ده ان لقيت في الغربه المال فين هتلقى راحه البال؟ طب يعمل ايه الراجل بقى يعني رايح شقيان وبيتهزق ونفسه يولع يعني يولع في نفسه، يعمل ايه علشان ترتاحه؟ قال لك ايه؟ وبعتنا مع الطير المسافر جواب وعتاب وتراب من ارض جدادي وزهره من الوادي. ايه ده بقى؟ تراب بعت معاه تراب والطير واقف متورط، يعني معلش هنتعب حضرتك هبعت معاك جواب. لا تحت امرك يا طنطا حاضر. وعتاب حاضر ومحطه تحت جناحه كده حاضر. وتراب من ارض جدادي لازم ده يا طنط، بس ممكن يضايقوني في المطار عشان تشيل تراب حاضر. وزهره من الوادي حطها ورا ودنك كده وانت ايه كل ده؟ طير مسافر هيشيل ايه ولا ايه بقى؟ ايه اللي افترى ده؟ في ناس بقى عندهم ظروف استثنائيه جدا في سفرهم، زي اللي يقول لك ايه انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ يعني غالبا رايح ما انت مسافر من مده وماشي مشوار طويل في الصحراء وشكل الحكايه ناشفه وبتاع، قلت تقلب عيشك عادي، مش دي المشكله. المشكله ان قال لك ايه بقى؟ اتاريك مكار رحت شغلهم قوية ومناديل. ياه معقوله ساحر يعني؟ لا بغض النظر عن استحاله الفرضيه دي، يعني ان هو باع له مواويل ازاي والتاني عملها مناديل ازاي، كل ده ملناش فيه، دي ارزاق بتاعت ربنا. بس يعني للحق انت بعت وهو اشترى وباعترافك، ده مش خطك ده يعني؟ مش انت بعت؟ يعملهم بقى مناديل، يعملهم حتت للمطبخ، كيس مخد، ده مالكش فيه، انت بتشتكي من ايه بالظبط؟ انت مسافر في الصحراء وبتكح تراب، مناديل ايه بس اللي مزعلاك دي؟ ويقول لك برضه ايه، في ايديا المزامير وفي قلبي المسامير، الدنيا غربتني وانا الشاب الامير. موضوع الشاب الامير ده علميا مستحيل، يعني واحد في قلبه مسامير يقدر يمسك في ايديه مزامير في نفس الوقت؟ هو ممكن يعلق محاليل بالكتير. وبعدين الحالة الحرجة دي ايه علاقتها بالغربة بقى؟ هو اي تسول وخلاص؟ يعني عندي مسامير ومعلق حاجات ومسافر وعايز كام؟ في اللي بيسافر عن طريق البحر مثلا، لا وبيتنك كمان، قال لك اوعوا تحلوا المراكب، والله يا ناس مراكب ولا حاطط رجلي في المية. لا مفيش، معلش وحضرتك هتحط رجلك في المية ليه؟ امال اسطول المراكب ده كله ايه لازمته؟ تحلوا المراكب وتحط رجلك في المية برضه؟ يعني كل واحد عنده اسبابه للسفر والغربة والشحططة. في ناس بتسافر وخلاص، يقول لك خدني معاك اذا كنت مسافر، خدني معاك خلاص مش في مصلحة، ياخدك ابن اخته. طب هو مسافر يشتغل يتعالج ياخدك فين؟ بس اغرب سبب بقى اللي هو بتاع ايه؟ بتاع علموني عينيك اسافر. يا ساتر هما وحشين قوي كده، علموني افضل مهاجر. انا مش فاهم عينيه دي ايه، دي فظيعه، ده مركز كورسات يعني ازاي بيتعلموا؟ مش فاهم، ده مش هروب مؤقت، ده رايح خالص. بس انا بقول لك ايه، اهم حاجه بالنسبه لك انت سافر من غير وداع، اجري. احنا كده سافر هنا ونسافر هنا ونسافر هنا، برضه ما نرتاحش وما ننبسطش غير في بلدنا. وعلى راي الشاعر قال لك ايه؟ قال لك انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في الايه؟ في القبل؟ لا يا ريت في المدن برضه. لا دليلي في المدن. السذاجه دي استسهال خالص، حتى لما اشتاق يا عيني ساب ايده. يا عم خليني ساكت احسن.